بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتعلم إزاي نقدر نعمل فرشة من أي صورة عندنا. في البداية أنا عندي صورة زي دي، هبدأ أختار سيليكشن تول لها بحيث إن أنا أقدر أعزل شكل القدم ديت. هنضبط كليك هنا بحيث إن احنا نحولها لير عادية. كليك أكبر شوية السيلكشن بتاعي، بعد كده بكليك يمين هنا واقول له layer via cut بحيث ان انا اعزل الخلفية لوحدها وشكل القدم لوحده. بعد كده اعمل delete وشكل القدم عندي هنا في الاخر. بروح جاي مختار edit define brush preset واقول له وليكن مثلا footprint. نقدر ان احنا نقدر نستخدم شكل الفرشة اللي احنا عملناها ديت. مثال انا عندي صورة زي دي، اقدر ان انا اتحكم في الحجم بتاع القدم، فرشة عادية جدا، وفي نفس الوقت اقدر اتحكم في الاتجاه بتاعها، الشكل هيبقى كده ولا هيبقى كده ولا هيبقى عامل ازاي. اقدر ان انا اتحكم كمان في العرض بتاعها من ناحية والطول بتاعها بحيث تديني افكت وكأنها حاجة 3D، يعني مثال حاجة زي كده. وهنبدأ نعمل هنا فوت برنت. وطبعا بالمثل نقدر نعمل اللي احنا عملناه في الفوت برنت، نقدر نعمله هنا بشكل الفيزر او الريش. هنا دبل كليك نختار سيلكشن هنا فوت سيلكشن تول، بعد كده بكليك يمين واقول له layer via cut. بقى عندي هنا شكل الريشة بتاعتي، اقدر برضو اعمل له edit define واقول له feather. نعلي الفلو بتاعي بحيث انها تبقى واضحة اكتر. وعلله وندي الافكتس المختلفة اللي احنا عايزينها. وشكرا جزيلا.